منازل المواطنين بمنطقة الديم بجبل صبر لسنة كاملة وهي تتعرض للقصف المباشر بالدبابات والمدفعية والصواريخ، ولم يسلم من الاستهداف أي منزل. من جميع الاتجاهات يضرب لها هنا بالقذائف بالدبابة وبالمدفعية بعشرة بجميع أنواع الأسلحة. لوصل القرية لوصل القرية، الآن احنا الآن مشردين لوصل القرية، ما عاد في أحد داخل القرية، ومكانها مضرب البيوت، برغم أنه المواقع حق المقاومة موطين على القرية بمسافة، ولا زال الضرب على القرية يعني على بقية السكان الذي معهم البيوت الغاطفة وسط القرية. أصبح 1200 مواطن بمنطقة الديم نازحين بعد تعرض منازلهم للتدمير، ولم تسلم حتى الشجر من القذائف، والمدرجات الزراعية وصخور المنطقة يظهر عليها آثار الاستهداف. والسعيد من المواطنين من حصل على مسكن بديل وإن كان مغارة بالجبل تؤويه مع أسرته. حرقوا معنا من أدواته والبر والدقيق والكبسوا كله تحت الغاز تحت الضربة هذه، لأنه فلت يعني ذيك شفت أنت الفكة سامي إنه بصاروخ إنه ب أنا أقول إنه بصاروخ ولا ما دبابة ما استعملش هكذا. الضربة أولى والضربة الثانية والثالثة وقع فوق البيت يعني بشقبة البيت، يعني الزيوت تتكسر والقمريات كل حاجة تطيح. الآن اشترينا أكثر من مليون يعني إعادة البيت يعني زي ما كانت. أغلقت المنازل والمدارس وحوصرت المنطقة، ومنع وصول السيارات وهجرت الطريق كما هجرت المساجد. فالميليشيات خراب وتدمير أينما حلت. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.